بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي، هي مواضيع صغيره خالص اللي هناخدها في الاوفر، هم دول بس بتاع 11 12 موضوع. اوكي، الاوفريز وقت ما ندور عليهم ندور عليهم اون ايتش سايد اوف اليوترس. الدكتور اللي كان بتسال، هم فيهم سام سورت اوف موبيليتي، ممكن يتحركوا اندر بروب، وده فيه ميزه. تمام، لما يبقى فيه ماس اد نكسل، تمام، اقدر بالمانيبيليشن بتاع الترانس فاجينال احدد دي اوف اوفيريان ولا نون اوفيريان اوريجين. تمام، عن طريق الموبيليتي دي، ودور عليها يا اما along البرود ليجمنت يا اما anterior للانترنال ايلياك فيسلز. البلاد سبلاي بتاعها بيجي لها من اثنين، من الاوفيريان ومن اليوتراين. الاوفيريان ده اللي هو طالع دايركت منين؟ من الاورطه. واليوتراين طالع منين؟ الانتيرو ترانك بتاع الانترنال ايليا. بالظبط كده، تمام. فعندنا الستبس اللي بنجيب بيها الاوفري اللي احنا قلناها في الاول خالص. ادخل الاول بالترانس فاجينال ال اس، اجيب الساجيتال بتاع اليوترس، بعد كده اجيب التي اس، بعد كده اعمل سكان في التي اس لغايه لما الاقي البرود ليجمنت، بعد كده اقوم داخل في اللاترال فورنكس جبنا الاوفري، سواء بقى along البرود ليجمنت او along الانترنال ايلياك فيسلز. فدول الاثنين لاند ماركس بتوعنا، البرود ليجمنت الانترنال ايلياك فيسلز. تمام، التشنجز اللي بتحصل في المينسترال سايكل، في الجزء الاولاني هيطلع من 10 ل 12 فوليكل صغيره، واحده منهم هتبير دومينيت لغايه التايم اوف اوفيوليشن، تمام، اسمها الماتيور جريفين فوليكل. بعد كده هيحصل لها رابتشر، تمام، وهتعمل لنا او هتحول الى كوربس لوتيم. لغايه دلوقتي انا ما بتكلمش على سيستس. طيب، لا، في الجزء الاولاني اسمها فوليكل، في الجزء الثاني دوره اسمها كوربس لوتيم. لو عدت 25 ملي وذر في النص ده او في النص ده، وفي بعض الكتب كاتبه 3 سنتي، هيبقى اسمها سيست. تمام، في النص الاولاني يبقى اسمها فوليكولار سيست اتس فانكشنال، في النص الثاني يبقى اسمها ليوتيل سيست اتس فانكشنال. يبقى انا عندي تو تايبس اوف فانكشنال سيست، الفوليكولار والليوتيل. تمام، دي الفيرست هاف ودي السكند هاف. ان جنرال، تمام، ما بسميهاش سيست طول ما هي تحت 25 ملي، في كتب قايله 30. تمام، بعد المينوبوز ممكن الاقي شويه فوليكلز ممكن، لكن كلها تحت ال 10 ملي، كلها تحت السنتي. لو لقينا واحده اكتر من كده بنسميها سيست ساعتها. تمام، هتنيد ايه؟ فولو اب، الا لو كانت لارج هتحتاج ريموفل. تمام، وقلنا ايه المناظر بتاعتنا؟ فوليكل تبدا تكبر، تمام، بعد كده هترابشر وتتحول الى كوربس لوتيم، ده لو حصل بريجنسي. اوكي، فالمنظر ده عندنا نورمال اوفري، فيها شويه فوليكلز كده، السايز بتاعها اقل من 4 سنتي في كل الدايمنشنز. يعني لو في دايمنشن عدى مثلا 4، خلاص الاثنين التانيين ما يعدوش 4. اشمعنى؟ احنا ما بنقيس السايز، احنا بنقيس فوليوم. انا عايز الفوليوم بتاع الاوفري يبقى اقل من 10 سي سي. تمام، دي كده شكل نورمال اوفري في الريبرودكتيف ايج. دي كده، نعم، الفوليوم ازاي؟ اي ستراكشر لو عايز اجيب فيه الفوليوم بقيس في صورتين، صوره بجيب التي اس وصوره بجيب ال اس. وانا في الصوره التي اس، ولتكن مثلا الصوره دي، بقيس الترانزفيرس وقيس الانتروبوستير. وانا في الصوره ال اس بجيب الكرينيو كودل اللي هي فروم سوبيريور تو انفيرير. تمام كده، يبقى الانتروبوستيرور هقيسه مره واحده، مره واحده، لان لو قست ده من قدام لورا وقست ده من قدام لورا، انا كده قايس نفس الدايمنشن. تمام، فانا صوره بقيس فيها الانتروبوستير والترانزفيرس، وصوره تانية بقيس فيها ال اس كده، واقوم طبعا ادوس على زرار اسمه فوليوم. الجهاز بعد الثلاث قياسات دي هيقوم قايل لي الفوليوم بتاعها مثلا 8 سي سي 9 سي سي. كل الاجهزه فيها فوليوم، لا اطمن، كل الاجهزه فيها فوليوم، حتى الصغيره، لان ابسط حاجه البلبي ادومين فيها بروستيت او يورين بلادر، دول فوليوم. تمام، لو بصينا على واحده من الفوليكلز دي كبرت، هتبقى عاملاني دومينانت فوليكل قبل ما يقيس، هتبقى دي الدوميننت فوليكل. تمام، نفس الكلام، دي طريقه القياس بتاعتنا. باجي في التي اس واقوم قايس ترانزفيرس وانتروبستيرو، والال اس بقيس الكرينيو كودل، ويطلع لي ايه الفوليوم بتاعها. هنا الثلاثه دايمنشن يبقى طبعا بزاويه، يعني ما فيش مشكله. هي بس حاول الونج الاكسس، يعني الاوفري مثلا الطول بتاعها جاي كده، خلاص نقيسه كده. تمام، اهم حاجه ان الانتروبوستيريور ما يتقاس مرتين، خلاص اللي من هنا لهنا ده الانتروبوستيريور، ما نقيسه في صوره واحده بس. نعم، بص حضرتك، الانتروبوستيريور ده سواء هنا او هنا هنقيسه في واحد، وهنا هقيس من هنا لهنا، وهنا من هنا لهنا،
ده مثلا تي اس وده ال اس او العكس ده ال اس وده تي اس خلاص واحد فيهم اترانسفيرس والتاني هيبقى كرينيو كودال حسب انا حاطط ايه البروب ازاي تمام النورمال فوليوم اقل من 10 سي سي طبعا التشنجز اللي بتحصل مع الاوفري قلنا معاها ايه اندوميتريوم وقلنا في الفوليكولومتري هنقيس الحاجتين الفوليكل لازم تعدي 17 المتوسط 17 ملي الاندوميتريا ثيكنس لازم يعدي 7 ملي ونخلي بالنا من نقطه اسمه فوليكولومتري تمام انا بعمل فولو اب للجروينج فوليكل مش مره واحده بيجي لنا يطلب منا ترانسفيرجينال فور فوليكولومتري لا انت كده طالب ترانسفيرجينال بس انا هكتب لك الاوفري اللي موجوده كذا 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 يعني السيتويشن اللي موجود فوليكولومتري انا بتابع الاوفيوليشن او بتابع تمام بتابع الجروينج فوليكل هي مثلا كانت عند اليوم العاشر قايسه 12 ملي اقول لها تعالي بعد 3 ايام مثلا عند يوم ال 13 قاست 14 ملي تعالي بعد 3 ايام مش شرط يا جماعه الاوفيوليشن يبقى عند اليوم ايه ال 14 في الناس البي سي او هتتاخر اخر معاها في ناس هتقول لك الفوليكولومتري عند 9 يوم و11 و13 لا حسب الجروينج فوليكل ما انا ممكن واحده تجيلي عند اليوم ال 12 ولاقي الفوليكل 18 ملي خلاص اكتب الريبورت بتاعك تمام وابعتها للكلينيشن وقت ما كده الكلينيشن بيقوم عامل ايه اندكشن اوفيليشن بيقوم مديها ماتيريال معينه بتقوم عامل ايه الاوفيليشن او عامل بعد 3 ايام عامل اسسمنت الاوفري دي فرقعت ولا لا حصل الريجولاريتي للوول بتاعها السايز بتاعها شرينكت حصل شويه فلويد حواليها يبقى فعلا في اوفيوليشن الموضوع ايه شغال ولا كملت جروث وتحولت من فوليكل الى سيست تمام ساعات هنسميه هايبر ماتيور فوليكل ومش عارف ايه دي برضو مهمه للكلينيش يبقى ايفن حتى لو طلعت ان دي ماتيور فوليكل تمام اعمل لها برضو فولو اب شوف اوفيوليشن حصلت ولا لا تمام واحنا اللي بنحدد بقى تيجي امتى تاني اكوردنج الفوليكل وصلت كام الفوليكل تقريبا من ملي ل 2 ملي في اليوم تقريبا بس مع ادويه الاندكشن ممكن تزيد مره واحده يعني ممكن تبقى 12 ملي تعالي بعد 3 ايام الاقيها 18 19 مفيش مشكله مع الاندكشن ممكن نشوف كذا فوليكل حاول نجيب اكبر 2 3 تمام ونقول للكلينيشن ان اكبر 2 مثلا قايسين كذا وكذا ونعمل لهم فولو اب ممكن واحده فيهم توفيوليت والثانيه تكمل تبقى سيست تمام طيب بعد الاوفيوليشن ايه اللي حصل اتكونت لنا السيست دي السيست دي الوول بتاعها ثيك وفيها شويه تربيديتي كده من جوه خلاص ده الكوربس لوتيوم لقينا المنظر ده بعد الاوفيوليشن ايه اللي حصل سيست وفيها سيبتي ومش عارف ايه برضو ده كوربس لوتيوم بس ده اسمه هيموراجيك كوربس لوتيوم هناخده كمان شويه المره دي السيست اختفت ولقيت منظر مكانها حاجه زي سوليد لايك ابييرنس وحواليها كلر جامد كده اسمه رينج اوف فاير مفيش مشكله اتس كوربس لوتيوم يبقى كوربس لوتيوم ممكن يجي بكذا شكل ممكن يجي ثين وولد سيست ثيك وولد سيست كومبلكس سيست اور ايفن سوليد لايك ابييرنس تمام كوربس لوتيوم يجي بكذا منظر اهم حاجه ما يبقاش فيه انترنال فاسكولاريتي جوه البريفرال مفيش مشكله فيها طيب لو واحده بتاخد اندكشن الاوفيليشن عشان ايه عشان انفيرتيليتي تمام ايه اللي انا متوقع ان انا الاقيه الاستروما هتلاقي صغرت ومينلي ريبليس ب لارج فوليكلز لارج فوليكلز كل فوليكل مثلا 2 سم ولا حاجه 2 سم انا بكلمش انها سيست لكن لما تتحول الاوفري دي الى فيري لارج كل فوليكل منهم بقت 3 4 سم هنتكلم الاوفري كلها على بعضيها هتبقى كام 10 سم 11 سم هتلاقي ارقام كبيره والبيشنت كمان جايه ببين وكمان جايب اسايتس لان بيحصل معاهم الكترولايت ديستربنس تمام اتحول ان اسمها بدل ما هي نورمال ستيميوليتد اوفري دي اسمها ستيميوليتد اوفري لا هتبقى هايبر ستيميوليت تمام انا ساعتها هسميها ايه هايبر ستيميليشن اوفيريان هايبر ستيميليشن سيندروم تمام لكن المنظر ده عادي خالص ستيميوليتد اوفري ده الاوفري اللي اندر اندكشن اكبر واحده مثلا 2 سم 2.2 من 10 وهكذا الاوفري المفروض ما تجيبش أربعة في كل الدايمنشنز طبعا لو فيها سيست ولا حاجه يعني كده انتروبوستيرو ترانزفيرس لا لان بمنتهى البساطه احنا لو ضربنا الثلاثه دايمنشن تمام لو ضربناهم في بعض وكانوا أربعة أربعة في أربعة في 16 في 4 ب 64 على 2 تمام عشان نجيب الفوليوم هيطلع 32 هيطلع رقم كبير جدا تمام لا على 2 اهو الفوليوم الثلاثه بنضربهم على 2 في النص يعني ودي قاعده في تشخيص البي سي او البي سي او اول كلمه ليها انلارجمنت تمام الاوفيريان تورشن مع البين الشديد اول حاجه بدور عليها انلارجمنت تمام يعني لو اكتر من 32 لا 10 10 ملي انا بقول 10 سي سي تمام 10 ملي 10 سي تمام 10 اه
ده الكلام ده لو جبت فوليوم. لكن تمام، هو الجهاز هو اللي هيحسبها لي، لكن انا سبجكتيفلي ما يقيس كل دايمنشن ما يعديش، يعني الثلاثة دايمنشن ما يعدوش اربعة. لو واحد منهم عدى يبقى الاثنين التانيين ما يعدوش. تمام، عشان اخرج من القصه دي، قيسي الفوليوم وخلاص، قيسيه انت والجهاز هيحسبها لك. في البوست مينوبوزال انا ممكن ما اعرفش اجيب الاوفري، ده اكسبتد. تمام، فعايز ادور عليه. تمام، ندور على الانترنال الياك فيسلز ونبص على الاستراكشر اللي جنبيه. تمام، بالنسبه للادنكسه، ايه هي الادنكسه؟ زوايد. تمام، هي تبع طبعا انكلودنج برضو الاوفري، وايه تاني؟ الفالوبيا تيوب، وايه تالت؟ الفيسلز، وايه تالت؟ الليمفاتكس، الباراميتريا، كل ده هنسميه ايه؟ الادنكسة، اللي هي عباره عن ايه؟ الحته دي كده اللي هو ايه ده؟ البرود ليجامنت وما حول، كل ده ادنكسة. تمام، دي عندنا واحده فيها ايه؟ فلويد حوالين اليوترس، واليوترس ده جايبينه اساسا ابدومينال فلويد، ده اسمه انتيرو كولديساك، ده بوستيرو كولديساك. فلويد كبير العين عندها اسايتس. تمام، ايه اللي معلق اليوترس يمين وشمال؟ ده البرود ليجامنت. معلومه برضو هنقولها الجانبيه، المنظر ده لو شفناه في بريجننت فيميل وجاي لنا، يعني عندها بوست بريجننت تيست وجايه ببين، اول بوسيبيليتي هتروح ليها ذهني اكتوبيك. تمام، طب لو نون بريجننت وجايه برضو ببين، تمام، ولقيت المنظر ده، شك فيه اخت الاكتوبيك، رابشرد اوفيريان سيست. رابشرد اوفيريان سيست اللي بيحكم، اللي بيفصل بين الاثنين، بوست بريجننت تيست ولا نيجاتيف بريجننت تيست. وغالبا هتلاقي الفلويد كلير في الابدومن كلها، لكن حوالين اليوترس تيربت، حاجه اسمها هيماتوكريت فاليو، يبقى مصدر الهيموريدج حوالين اليوترس. طيب الباثولوجي اللي بتحصل في الاوفريز، اشهر حاجات هتقابلنا في البراكتس تقريبا هنشوفها يوميا، الاوفيريان سيست، الهيموراجيك سيست، اللي بعديهم الانسنس، الشوكليت سيست اللي هي الاندوميتريوما، الديرمويد سيست. تمام، الاربعه دول يعني لازم اكون حافظ المناظر بتاعتهم يعني صم. اسهل واحده فيهم طبعا هي ايه؟ سيمبل. تمام، السيمبل سيست اولا ممكن تكون فانكشنال، اللي هم الاثنين اللي قلناهم فوليكولار وكوربس ليتيل، بس انا ما اعرفش افرق بين الاثنين غير بالتايمنج، لكن انا بالنسبه لي كشكل سيمبل. تمام، كسايز اكتر من 3 سنتي. تمام، اوكي، غالبا مش هيهموني قوي الا لو زادوا قوي في السايز، يعني اكتر من 7 او اكتر من 6. اشمعنى؟ لو زادت قوي بتعمل تقل على الاوفري، ممكن تخلي الاوفريان بيديكل تلف حوالين نفسها، يبقى اللارج سيست اخاف منها لا تعمل ايه؟ اوفريان تورشن. تمام، لو السيست ما بقتش سيمبل، يعني بدات تشوف فيها وول ايريجولاريتي، ميورال، مش عارف ايه، كذا كذا كذا، لا ما بقتش سيمبل، بقت كومبلكس، ابدا اخاف. نخاف نعمل ايه؟ يا فولو اب يا ام ار، حسب الشكل الايه اللي هيخوفنا. تمام، قلنا في البوست مينوبوزال معانا لغايه 1 سنتي مش هنعتبرها ايه سيست، اكتر من كده لا نعمل لها ايه؟ فولو اب. تمام، السونوجرافي بتاعنا واتس مينينج اوف سيمبل، يبقى فيري كلير فلويد، مفيش اي تربيديتي، فيري ثين امبرسبتبل وول، انا تقريبا مش شايف الوول بتاعها. تمام، نو نونو بقى الكلام بتاع دكتور مندوح، نو ميورال نوديول، نو كالسيفيكيشن، وقلنا نو تربيديتي، نو سيبتي، مفيش اي حاجه جواها. تمام، انا مش عارف يعني، تسلم ايدك، تسلم ايدك كوسه بقى كده. واهم حاجه نو فلو، نو فلو. تمام، يا نو فلو انترنال يا نو فلو في الوول، دي سيمبل. تعال نعد الكرايتيريا بتاعت السيمبل، هي ايه؟ الفلويد فيري كلير، الوول امبرسبتبل، انا مش شايفه تقريبا. تمام، هل في اي حاجه جوه؟ نو تربيديتي، نو ميورال نوديولز، نو كالسيفيكيشن. تمام، وورا السيست بنلاقي الدنيا ابيض من جنبيها، دي اسمها ايه؟ posterior enhancement، يعني في هنا very good sound transmission. طالما الساوند عدى، الالترا ساوند عدت في فلويد، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الحته دي هنا حاجه اسمها posterior enhancement، ده هنا انا احلف ان ده معدي في فلويد، فلما الاقي هنا posterior enhancement او اسمها good sound transmission يبقى انا معدي في fluid structure. تمام، نفس الكلام اكتر من 3 thin wall، no color في الوول، no no no، خلاص simple cyst. حته دي ارتيفاكت، دي مش مشكله، دي ارتيفاكت. هل في اي فاسكولاريتي في الوول بتاعها؟ لا مفيش. ايه اخبار السيست دي؟ سيمبل ولا لا؟ نيفر، ما تقولش ان ده تيشو من بره ومش، لا دي حاجه جوه، ات از نوت سيمبل. سيمبل يعني كلمه نو بتتحط وحط جنبها اي حاجه،
تمام. دي بقت كومبلكس سيست، فيها سيستيك وفيها سوليد، طلعت بعد كده اوفريان كانسر، طلعت زي ما تطلع تمام. ات از نوت سامبل، طلعت كومبلكس، نحاول بقى نحطها في كاتيجوري بعديها تمام. طيب تاني سيست من حيث الانسيدنس، ودي مشهوره قوي قوي قوي، هيموراجيك اوفريان سيست. واتس هيموراجيك اوفريان سيست؟ النورمال فوليكل بتاعتنا بعد ما ترابشر ايه اللي متوقع ان انا اشوفه؟ شويه هيموراج، شويه هيموراج. فاشهر هيموراجيك سيست هي كوربس لوتيم، هيموراجيك كوربس لوتيم. الكوربس لوتيم العادي ممكن اصلا تحت 2 سنتي، يعني مش سيست، وتلاقي فيه شويه هيموراج. فهيموراجيك كوربس لوتيم هو اشهر انواع الهيموراجيك سيست تمام. مشكلته انه ايه؟ الهيموراج لو حصل اكيوت هيعمل اكيوت بيلفيك بين، ولو حصل كمان على الرايت سايد العينه هتيجي تشتكي في ايه؟ اكيوت ابنسايتس. ما هتيجي للدكتور استقبال اكيوت ابنسايتس فور الترا ساوند، نعمل ونطلع عينينا وفي الاخر ممكن ما ادورش على الاوفري كده كده الاشعه تمام. لا دي اول بوسيبيليتي، اصلا اشهر من الابنسايتس بكتير، ان الاقي كوربس لتيم وفي شويه هيموريدج خلاص على كده. هذا لا يمنع برضو ان انا استبعد الابنسايتس. اوكي المشكله الثانيه ودي اقل حدوثا، ان السيست ممكن ترابشر انتربريتينيل، تعمل لي هيماتوما حوالين اليوترس، فري انتربريتينيل فلويد تمام، نشك فيه اكتوبيك، مش تشك في رابشر سيس، شك في اكتوبيك. خد بقى الهيستوري بتاعك، اعمل بوست بريجننسي تيست، استبعد الاكتوبيك، استبعدناه يبقى البوسيبيليتي كانت رابشر اوفيريان سيست تمام. السونوجرافي بتاعنا فيري ويل ديفايند، لكن جواها شبكه، جواها مش ورك، جواها ريتيكولار باتر ويب لايك ستراكشرز. الفلويد ممكن يبقى كلير، ممكن يبقى فيه شويه ايكوز تمام. الوول بتاعها ممكن يبقى ثين، ممكن يبقى ثيك. الوول بتاعها فيه فلو، غالبا ما فيهوش فلو، وجواها برضو ما فيهوش فلو. تعال نشوف المنظر ده. نعم الا اذا لو جينا عن الحته دي والحته دي اتس ديسبليست اوفيريان تيشو، ما هو اللي محوطها من الناحيتين ده اوفيريان تيشو فيه فلو، لكن الونج غالبا ما فيش غالبا تمام. فايه المنظر هنا؟ شبكه فاين انترليسنج سيبتيشنز وتربت فلويد ان بتوين. ايه النظام؟ ثيك وول سيستيك ستراكشر، فاين انترليسنج سيبتيشنز، وشويه تربيديتي في الفلويد. الانهانسمنت وراها موجوده ولا لا؟ في فيري جود تمام ساوند ترانسميشن تمام. في شويه فاسكولاريتي. الفاسكولاريتي دي عباره عن ايه؟ الاوفيريان تيشو اللي سراوندنج ات، اهم حاجه جوه. ما هو ده مثلا سيبتم، في فاسكولاريتي ممنوع، ممنوع الاقي سيبتال فاسكولاريتي. دي عباره عن ايه برضو؟ فاين انترليسنج سيبتيشنز، نو فلو في السيبتيشنز تمام. نعمل معاها ايه السيست دي؟ اكتبها واطلب لها فولو اب، ولا اطلب لها مش عارف تتشال، ولا ولا ولا؟ لو تحت 3 سنتي احنا بنكتبها في التقرير وما اكتبهاش في الاوبينيون، يعني مجرد ده ديسكريبشن، دي نورمال فايند. طول ما تحت 3 سنتي ما فيش اي مشكله فيها. زادت عن 4 سنتي، يعني من 3 ل 4 ده بوردر لاين، زادت عن 4 سنتي نعمل لها ايه؟ فولو اب شويه. فولو اب دي بعد قد ايه؟ من 4 ل 6 ويكس، بنعدي دوره او دوره ونص. ايه المتوقع؟ هيحصل الهيموريدج اللي جواه دي بلاد كلوت، هيحصل ريتراكشن للبلاد كلوت، بنسميها ايفولفنج هيموراجيك سيست، وممكن تختفي تماما. ممكن الكونتنت بدل ما هي كلها بلاد كلوت هتبقى كلها كلير. السايز بدل ما هي 5 6 سم هتلاقيها بقت 2 سم. فالفولو اب من 4 ل 6 اسابيع تمام. الا اذا كانت مثلا 7 سم ولا 8 سم، لا نبعتها للكلينيشن. في الحاله دي ممكن ايه؟ اكيوت بين مش عارف ايه، يخاف لترابشر، يخاف للاكيوت بين ده اصلا يبقى تورشن وانا مش عارف ادياجنوز، ممكن يتجه ساعتها ليه؟ لسيرجري. فايه المنظر اللي عندنا ده؟ البلاد كلوت بدات تريتراكت، بتريتراكت تمام. يبقى نفس المنظر هو هو بتاع الهيموراجيك لكن اون وان سايد، فيبقى منظرها منظرها كده، او اسمها ايه؟ اسمها كومبلكس سيست، بارشالي سوليد بارشالي سيستك تمام. لكن السوليد بارت عباره عن مش ورك، السوليد بارت سموث مارجن، السوليد بارت نو فاسكولاريتي تمام، عشان ده بلاد كلوت. ايوه انا كل ده بتكلم عشان نفرق على التيومر تمام. ايه المنظر هنا؟ ايفولفنج هيموراجيك سيست، سوليد بارت سيستيك بارت، السوليد بارت تمام مش ورك، السوليد بارت سموث مارجن، السوليد بارت نو فاسكولاريتي. هتقول لي ما يمكن يا دكتور انت معلي الدوبلر سيتنج بحيث تلقط الفاسكولاريتي العاليه ما تلقطش الفاسكولاريتي القليله، صح؟ ممكن تكون في انترنال فاسكولاريتي قليله، سرعتها قليله وتمس مني. لذلك وانا بظبط الدوبلر بتاع الاوفيريان دوبلر بعمل ايه؟ لو سيت، هنقلل البي ار اف، هنقلل الفيلوستي ايفن لحد 5 سم او 10 سم بير سكند، نزود نقلل الفلتريشن،
الوول فلتر بحيث يلقط اي فاسكولار اي فريكوينسي شيفت ضعيفه. تمام. لا مش شرط. اوكي على فكره الكالر دوبلر ريسنتلي تمام يقدر يقل لدرجه الباور. تمام. ايه اللي حصل هنا؟ السيست دي مثلا كانت 4 او 5 سنتي، بعد الست اسابيع بقت خلاص يعني ده تقريبا واحد مش شايفها من نورمال اوفري، حصل لها ايه؟ اوفوليوشن. تمام. اختفت خالص. السيست دي مثلا بعد اسبوعين او بعد ثلاثه ايه اللي حصل فيها؟ كانت كومبليتلي سوليد وسيبتيشنز، بقت ايه؟ سوليد بارت وسيستيك بارت، حصل ايه؟ كلوت ريتراكشن. السيست دي ايه راينا؟ كومبلكس ولا لا؟ كومبلكس. تمام. هل دي بلاد كلوت ولا سوفت تيشو؟ احنا حاطين يا جماعه كالر ولا نقطه ولا نقطه. تمام. سموث مش عارف ايه، مفيش اي مشكله. ايه اخبار بقى دي؟ ايوه يعني حد ممكن يقول لي دي بلاد كلوت ولوبيتد ومش عارف ايه، لا 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 لا، في هنا بلاد فاسكولاريت بلاد فلو داخل في وسطيها وفي انر. تمام. فالبلاد فلو مهم، احيانا ممكن اتلخبط في المرحله دي. تمام. هل ده بابيلا ريبروجكشن ولا ده كلوت ريتراكشن؟ ليك حق في بعض الاحيان تتلخبط. طب نعمل ايه؟ الهيموراجيك سيست ليها كريتيريا مهمه قوي، تمبورال تشينجز بتشينج ويز تايم. بدل ما لو متاكد انها هيموراجيك اعمل لها بعد 6 اسابيع فولو اب. طب لو شاكك اعملها بعد اسبوع، هتلاقي المنظر اتغير. بعد اسبوع تاني هتلاقي المنظر اتغير تاني، تحلف انها هيموراجيك. في تمبورال تشينجز مع التايم، لكن التيومر فيكسد، واسبوع ولا اسبوعين مش هتقلب ميتاستاسيس يعني في الاسبوع ده. تمام. اوكي. بس الكالر دوبلر يخلصها. تمام. فدي اتس نوت هيموراجيك، اتس برضو ايه؟ بابيلا ريبروجكشن اوفيريان كانسر. يبقى لغايه دلوقتي سيمبل اوفيريان سيست، هيموراجيك اوفيريان سيست، ثالث واحده من حيث الانسيدنس اندومتريوما، او الاسم الثالث ليها ثاني شوكليت سيست. واتس اندومتريوزيس؟ اندومتريوزيس عباره عن اكتوبيك اندوميتريال تيشو موجود بره الاندوميتريوم. في منه نوعين، يا اما انترنال اندوميتريوزيس اللي هو within اليوترس اللي هو within الميوميتريوم، الاسم الثاني له ادينوميوزيس. تمام. يا اما اكسترنال اندوميتريوزيس اللي هو اندوميتريوم بره اليوترس. بره اليوترس حواليه دي يعني موجود فين؟ كالديساك، حوالين التيوبس، جوه الاوفري. تمام. لو فيري ويل ديفايند سيستك ستراكشر عباره عن اندوميتريال او اكتوبيك اندوميتريوم بنسميه اندوميتريوما. فاشهر اندوميتريوما هي اللي بتحصل جوه الايه؟ جوه الاوفري، ودي بنسميها شوكليت سيست. تمام. تمام. مشكلتها هي ايه؟ انها بتريسبوند للهرمونز، وبالتالي كل شهر هيحصل لها بليدنج وري بليدنج. تمام. طيب كلينيكالي بين، الاساس عندنا هو البين ايا كان بقى ايه شكل البين، وطبعا ممكن تؤدي لايه؟ انفيرتيليتي. بس نخلي بالنا لو ربشارت او لو حصل ديسيمينيشن اندوميتريوزس في البلبس، ايه اللي ممكن يحصل؟ بيلفيك ادهيشنز. بيلفيك ادهيشنز كومن. تمام. السونوجرافي بتاعنا ليها كاركترستيك، في منظر لو شفناه عمرنا ما هنغلط، اول ما نشوفه اندوميتريوما وملهاش ديفرنشال كمان. تمام. المنظر ده عباره عن نكسل سيست فيلد ويز هوموجينس لو ليفل انترنال ايكوز، كانها حاجه اسمها جراوند جلاس، ازاز مصنفر. هوريكم المنظر ده. بس لو حصل ري بليدنج ايه اللي هيحصل؟ هيبقى فريش بلاد مع اولد بلاد، هيحصل عندنا ايه؟ فلويد ليفل. في مرحله من المراحل البلاد هيحصل له كوجليشن، هيدي ريتيكولار باترن، هتشبه الهيموراجيك سيست. هنتلخبط، ممكن نتلخبط، نعمل لها ايه؟ فولو اب. تمام. الهيموراجيك لازم يحصل لها تيمبورال تشينجز، اما الاندوميتريوما غالبا فيكسد. تمام. اوكي. وممكن طبعا تبقى كومبلكس، نتاكد من ايه؟ الدوبلر عشان استبعد برضو تيومر وكده. ممكن يكون عندنا كذا واحده، ايوه، وبتشاف كتير. اهم حاجه هل في فلو جواها؟ لا، مفيش فلو جواها. حته الفلو على كبسول ممكن. ده المنظر ده كلاسيك، انا حاسس انه سوليد. تمام. لكن لا، ده سيست. بص على الترانسميشن وراه، الدنيا ابيض، يبقى في جود ساوند ترانسميشن، اتس فلويد ستراكشر، لكن كله هوموجينس لو ليفل انترنال ايكوز. كل دي ايكوز مفيش مشكله فيها. ايه المنظر ده؟ حتى لو كانت ثيك وولد، في ترانسميشن حلو جدا وراها، يبقى ده فلويد ستراكشر هوموجينس لو ليفل انترنال ايكوز، كلاسيك اندوميتريوما. ما بيتغلطش في المنظر ده، المنظر ده كلاسيك اندوميتريوما، ونو انترنال فلو اسمها جراوند جلاس، ونو سيبتيشن، نو ميوريشن، كلام من ايه النظام؟ هوموجينس لو ليفل انترنال ايكوز،
جود ساوند هنا اكسلنت ساوند ترانسميشن. الالترا ساوند في التيشوز اللي بعديها كله ابيض، التيشوز دي كلها مبيضيه، يبقى معديه في ايه؟ فلويد ستراكشر. حته ايكوجينيك فوساي ممكن تلاقيها، ممكن دي من ضمن برضو الكرايتيريا بتاعنا هايبر ايكويك فوساي بس مش كتير. اه المره دي هايبر ايكويك كلمه ايكوجينيك وكلمه هايبر ايكويك الاثنين ممكن يحلوا نفس المحل، لكن ايكوجينيك كترمينولوجي جينيسيس اوف ايكوس اللي بتتقال على الحاجه اللي بتكون ايكوس، حاجه بيضة قوي زي الول، الحاجه اللي تبقى ريفليكشن من الول، ده بنسميه ايكوجينيك تمام. لكن هايبر ايكويك درجه اقل شويه، بس الاثنين يمشوا مع بعض يعني. طيب لغايه دلوقتي دي كانت ايه؟ يونيولوكولار سيست صح، يونيولوكولار سيست. امال ايه السيست دي بقى؟ دي لوحديها هوموجينس لو ليفل ايكوس، امال دي تحس انها كلير تمام. مالتي لوكولار، في هنا لوكيول في الكلاسيك اندومتريوما ولوكيول تاني ما فيهوش تمام، فمالتي لوكولار سيست. لكن دي لوحديها تمشي اندومتريوما ولا لا؟ ايوه هوموجينس لو ليفل انترنال ايكوز وجود ساوند ترانسميشن. طب ايه اخبار دي؟ ايوه فلويد ليفل، وعيانه جايه دلوقتي بتشتكي بوجع، بصيت على المنظر ده يبقى ده كده ريسنت بلاد مع اولد بلاد، فلويد ليفل غالبا دي اندومتريوم. طب تعال نبص على وراها، ده انهانسمنت جود ساوند ترانسميشن تمام. لو ليفل انترنال ايكوز، شويه وول ولا كبسولار فاسكولايت مفيش مشكله، اهم حاجه جوه مفيش نو انترنال فلو، نو انترنال فلو. ايه بقى المنظر هنا؟ تحس انها برضو جراوند جلاس تمام، ممكن الواحد يغلط فيها لو من غير الدوبلر ويقول عليها اندومتريوما، لكن فيها ايه؟ فيها فاسكولاريتي. احنا مزودين البي ار اف وشكينا، نعمل ايه؟ بلس الدوبلر، اعملي بلس الدوبلر على الحته دي، بس دي خلاص مش مزودين البي ار اف تمام. ايفن حتى مزودين البي ار اف يعني هلقط اللور فيلوسيتي، انت قصدك مزوده الجين، مزودين الجين يعني كلر بليد ممكن يبقى هنا، لكن هنا ما كلر بليد هيبقى اول اوفر تمام، شاكين بلس دوبلر. امال دي ممكن تكون ايه؟ دي مش منظر التيومر اللي هو البابيلاري بروجكشن والكلام من ده، لا ده نوع من التيومرز بيطلع اسمه اندوميتريويد، فيه اصلا اندوميتريال تيشو تمام، وبالتالي شبه الاندو ايه؟ اندوميتريوما، شبيه الاندوميتريوما، اندوميتريويد اوفيريان كانسر تمام. اللي خلصه لنا ايه؟ الكلر، لكن ممكن بالبيموت اغلط تمام، فالكلر مهم. يبقى سامبل اوفيريان سيست، هيموراجيك، ها تشوكليت سيست اللي هي الاندوميتريوما، ثالث واحده فيهم ديرمويد سيست. الاسم الثاني ليها ايه؟ ماتيور سيستيك تيراتوما، لان في عندنا الاماتيور مالجنت تمام. طيب الديرمويد تايب اللي هي الماتيور ديرمويد سيست اللي هو الماتيور سيستيك تيراتوما، ده اشهر بناين نيوبلازم في الاوفري، من 10-15% بايلاترال، فلو لقيته على ناحيه بص على الناحيه الثانيه. كلينيكالي غالبا اسيمتوماتيك تمام، لكن لو كبر هيبدا يعمل بقى بريشر سيمتومز، كبر قوي ايه المشكله؟ تورشن بالظبط كده، لذلك لو اتشاف وكبير يتشال تمام. الباثولوجي بتاعه في فات سيبم بون وتيث وهير تمام، لكن ما فيهوش نيورال اليمنت، لو بدا يدخل فيه النيورال اليمنت دي بقى الايه؟ الاماتيور رير اللي طبعا ايه مالجنت. سونوجرافي يا نهار ابيض ايه الحاجات الطويله دي، مش مشكله هناخدهم واحده واحده، اهم حاجه نو انترنال فلو تمام. برضه لو لقيت انترنال فلو ده ما بقاش هير وما بقاش سيبم، لا ده بقى سوفت تيشو تمام، دي دخلت في الاماتيور، ماليش دعوه اماتيور هقول عليها اوفيريان كانسر وخلاص تمام. البون والتيث والكلام ده كله منظره في السونار بالظبط كده، ايكوجينيك ستراكشر وراه سترونج بوستيريور شادوينج تمام. الفات هايلي ايكوجينيك وبرضه وراه شويه اتينيويشن لانه بيخلص الالترا ساوند ويفز بالكامل. الهير ايكوجينيك لاينز او دوتس وهتبان احسن لو في وسط سيستيك سبيسز تمام. طب تعالى نشوف المناظر بتاعتها، حد شايف حاجه؟ هي دي مشكله الديرمويد. الديرمويد يعني من خلال يعني المايليتيك براكتس تمام، في حالات كتير بتمس، تبقى عامله مثلا سونار من كام شهر وجايه لي مثلا برضو بين الاقي مس 9/10، ديرمويد 9/10 كان موجود ما كبرش في خلال 6 شهور بس مست، يشك انه ايه؟ باول جازس، مش الباول جازس دي ايكوجينيك تمام. في حاجتين بساط خالص، الويل ديفينيشن
ويل ديفايند ستراكشر. الايكوجينيك ستراكشر ده يا جماعه اتس ويل ديفايند. تمام. لا لا الشوكليت سيست هيموجينس لو ليفل انتيك يعني زي دي. تمام. لكن دي كومبلكس لكن مينلي ايكوجينيك. ولو خدت بالك فيه ايكوجينيك لاينز في وسطيها. بالاضافه لحاجه تانية احنا عملنا ترانس فاجينال على السايد اوف بين ما لقيناش الاوفري لان التيومر ده غالبا بيريبليس الاوفريان تيشو. لقينا الاستراكشر ده شكينا فيه شكينا فيه نبعت نبص على الناحيه التانية. طب انا شاكك ومش متاكد نعمل ايه؟ فولو اب هيطلع نفس المنظر هشك تاني نعمل ايه؟ برافو عليك. في واحده قالت سي تي واحده قالت ام ار. نبعت لمين؟ ها ها في اي بنت اكسلنت. تمام. السي تي هيشخص الفات صح. تمام. بس واحده في الريبرودكتيف ايج اعرضها ليه لجرعه عنيفه من الراديشن واحنا الاوفري راديو سنسيتيف البريست راديو سنسيتيف ليها اعراض الانسيدنس اللي ممكن يجي لها كانسر بسبب جرعه الاشعه دي ام ار اغلى سنه مش مشكله لكنه دايجنوستيك مش هيلقط الكالسيوم مش احنا جايين هنا نتعلم مفيش مشكله. تمام. مش هيلقط الكالسيوم مفيش اي مشكله لكن هيلقط الفات وبرضه على فكره ويز جود هانس هيلقط الكالسيوم. تمام. فلو شكينا نطلب لها ام ار اي. ايه المنظر ده برضه بالعافيه انا حاسس ايه ويل ديفايند مينلي هو كم كومبلكس مينلي ايكوجينيك وفيها حتت ايه هايبر. تمام. لكن الترانسميشن بقى لا مش قوي زي اللي فات. الفات بيعمل اتينيويشن اتينيويشن. تمام. المنظر ده كلاسيك بس المشكله حد هيبص يقول دي باول وفيها شويه فلويد. لا ركز في هنا ويل ديفينيشن وفي هنا ايكوجينيك لاينز ودوتس جوه فلويد ستراكشر. ده التيبيكال هير. الهير بتاع الديرمويد بيبان كده لاينز ودوتس في سيستيك ستراكشر. نفس الكلام هنا ايه اللي انا كومبلكس وكمان ممكن اشوف معاه فلويد فلويد ليفل. تمام. الفلويد فلويد على فكره في الابدومين. تمام. هيظهر بالعرض لو انا بالابدومين. في الترانس فاجينال هيظهر هنا بالطول لان الاورينتيشن هناك 90 درجه. تمام. ف 90 درجه دي هتخلي الفلويد فلويد ليفل في الترانس فاجينال هيظهر ايه بالطول كده. فلويد فلويد ليفل يبقى برضو ايه ممكن اشك في ديرمويد. يبقى لغايه دلوقتي اللي فاتت كنا فلويد فلويد حته الاندوميتريوما في برضو فلويد فلويد في الديرمويد وايه والابسس برضو ممكن الاقي فيه فلويد فلويد بس الكلينيكال في ده مختلف عن ده. وبرضو الابيرنس دي كاركترستيك كاركترستيك. هتقول لي لو دي لوحديها بالظبط لو دي لوحديها انا ممكن اشخصها اندوميتريوما لكن ايه دي ايكوجينيك ستراكشر. والايكوجينيك ده نخلي بالنا ايه عدى شويه عدى الترا ساوند بعد كده حصل اتينيويشن. تمام. غالبا دي مش بون بقى دي الايكوجينيست بتاع البون مش هيعدي شويه وهتلاقي فيري كلين. تمام. دي اسمها فات بول كوره فات. تمام. او ايكوجينيك مفيش مشكله انا شخصتها انها كالسيوم برضو ديرمويد صح ولا لا؟ فشخصتها فات شخصتها كالسيوم ديرمويد في الحالتين دي كاركترستيك قوي. لو شفنا المنظر ده اتس ديرمويد. المنظر ده برضو ايكوجينيك ستراكشر عدى الاول شويه بعد كده عمل اتينويشن عنيف للالترا ساوند خلص الالترا ساوند دي فات. تمام. وفي وسط الكومبلكس ايه ليجن ده كومبلكس ليجن سيستيك سوليد والسوليد بتاعه ايه ايكوجينيك ديرمويد. نفس الكلام لا والمره دي في كمان ايه دوتس. السوليد برضه ده اسمه هيدرمويد بلاك او ريكتانسكي نوديول. تمام. لاينز ده شعر حتى ممكن تتخيلوها. تمام. ده هير. اوكي. لا 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 بيناين بيناين ريرلي ريرلي قوي ان يبقى مالجنت. تمام. عشان كده لونج ستاند كونديشن. واحده زي دي بتيجي بهيستوري اوف كرونيك بيلفيك بين بقى لها ممكن سنين وفي الاخر يعني ان ربنا اراد لها ان احنا تشخص على ايدينا تشخص على ايدينا كده ممكن بالصدفه لانها شبه البول غالبا غالبا. المره دي اوفر عاديه خالص لكن ايه الليجن اللي موجود جوه الاوفري حاجه كده تحت السنتي زيها زي الفوليكل لكن فيري ايكوجينيك ده سمول انترا اوفيريان ديرمويد. بفضل سبحانه وتعالى تشخصت مره حلقه وهي بدري كده ساعتها الكلينيشن قال لي اعملها فول اب. الحرام اشيل اوفري على حاجه كمل لي. تمام. فول اب ما هي بتريبليس الاوفيريان تيشو. هي لما بتكبر بتريبليس الاوفيريان تيشو. الاوفيريان موجود الاوفري عادي والديرمويد
خلاص لو اكزوفيتك، لو اكزوفيتك لو ريبليس الاوفيريان تيشو ما خلاص على كده تمام نو ريمننت. فدي ممكن تشخص فيري ايرلي نورمال اوفري لكن فيها فيري ايكوجينيك ستراكشر. طيب ايكوجينيك ستراكشر جوه اوفري لكن فيه بلاد فلو، انا قايل ان الايه التيشوز اللي هي بتاعت الديرمويد ما فيهاش بلاد فلو، يبقى اذا ده ايه مش ديرمويد حتى لو كان ده ايكوجينيك تمام اوفيريان كانسر. طلعت يعني هي ديرمويد بس قلبت بدل ما هي ماتيور تيراتوما طلعت ايه اماتيور اللي هي المالجننت فورم، فالفاسكولاريتي تخلص طبعا بالاضافه ان هيبقى بيلر ريجكشن كده.